بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، وإن شاء الله تكونوا في خير وسلام، وبندعي ربنا يطلعنا من الأزمة دي على خير، اللهم آمين. هنتكلم مع بعض النهاردة عن الـ Starting Code Letters والـ Time والـ Space Harmonics والـ Crawling والـ Cogging. تمام، بعض الحاجات الرئيسية اللي المفروض يعني ناخد فكرة عنها في المقرر بتاعنا اللي هو الاندكشن ماشينز. الستارتنج كود ليترز، احنا المره اللي فاتت خدنا كلاسز، تمام، وعرفنا انها بتحدد لي شكل الروتر بتاع السكوريل كيج. نفس الكلام برضو الستارتنج كود ليترز بيعرفني يعني سمه مميزه للموتور ده، هو اللي هو الستارتنج كابابيليتي بتاعته. تمام، ايه هي الليترز دي؟ ليترز بتحدد لي اللوكد روتر كيلو فولت امبير لكل هورس باور، زي ما شايفين في ليترز مختلفة A B C وهكذا، بيديني رينج. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو مثلا كلاس كود ليتر B، يعني اللوك دروتر كيلو فولت امبير لكل هورس باور من 3.15 ل 3.55. يعني انا حسب بقى هو المحرك بتاعي كام هورس باور، بعرف اللوك دروتر كيلو فولت امبير. ايه هي اللوك دروتر كيلو فولت امبير؟ يعني الاس كيلو فولت امبير عند اللوكد روتر، يعني عند الايه؟ الزيرو سبيد، يعني عند الستارتنج. طب بستفيد منها ايه؟ اللي انا بعرف الايه الستارتنج كارنت الكابابيليتي بتاعه الايه الماشين دي، يعني عشان احكم بيها بقى توصيلات تانية وكلام من ده لازم اعرف الاي ستارتنج المسحوب الاقصى يعني في الاله دي. فبعرف من الليتر الماكسيمم او الرينج، بختار الماكسيمم حسب الهورس باور بتاعي واحسب منه الايه التيار. يبقى النيمه مش النيمه ديت كانت بتاعت النيمه دي بتوصف لي الكلاسز بتاع الديزاين بتاع الروتر، لكن الكود ليتر بيوصف لي الايه الستارتنج كيلو فولت امبير لكل هورس باور. ففي ليترز مختلفه، يبقى اديني رينج. انا هختار عشان اعرف الستارتنج هختار الماكسيمم ايه كيلو فولت امبير، عشان وانا بصمم حاجات تانية اشتغل على الايه على الماكس. مثال يعني الستارتنج كارنت لو عايز احسبه اقول الاس الاول عند الستارتنج اللي هي اللوكد كيلو فولت امبير بتساوي ايه؟ بتساوي الريتد هورس باور، لان هو لوكد لكل هورس باور، لوكد لكل هورس باور. فيبقى الاس الكيلو فولت امبير هي الهورس باور في الايه في الرينج. الكود ليتر فاكتور ده هو مدي رينج، فانا هستخدم الماكسيمم كيلو فولت امبير لكل هورس باور. جبت الاس اقسمها على جذر 3 في اجيب الاي ايه ستارتنج، يبقى انا كده طلع لي رقم مميز للايه للاله دي. يبقى انا عرفت شكل الايه الروتر من النيما كلاس، وعرفت طيار الستارتنج من الكود ايه ليتر. يبقى ما هو الكود ليتر او الستارتنج كود ليتر؟ هي ليترز بتحدد لي رينج بعرف من خلاله الكيلو فولت امبير بير هورس باور كلوكد كيلو فولت امبير، مش اللوكد كيلو، مش الكيلو فولت امبير العادي، لوكد يعني الستارتنج ابيرنت باور المسحوبه لكل هورس باور. انا عندي الموتور 5 حصان وهو ايه كود ليتر سي، فهختار 4 اضربها في 5 يديني اس، اقسمها على جذر 3 في يديني ايه يديني التيار، بس هيبقى بالكيلو لان ده هنا كيلو فولت ايه امبير. يبقى الستارتنج كود ليتر بتحدد لي الستارتنج كابابيليتي او فيتشرز، والنيما كلاسز بتحدد لي الديزاين بتاع الروتور سواء كان نورمال ولا ديب بار ولا دبل كيج ولا ايا كان ايه نوع. تمام كده يا جماعه، اتمنى الموضوع كده يكون ايه واضح. بعد كده هنتعرف على بعض الحاجات الرئيسيه سريعا، اللي هي في البدايه مثلا التايم هارمونكس. ما هي التايم هارمونكس؟ هي حاجات احنا بنشوفها وبنلاحظها فبنديها هنا ايه تفسير. نشوفها كده مع بعض، نقرا كده مع بعض. بيقول لي due to using voltage source inverters in the induction machine control. طبعا في الغالب انا هوصل الاله بتاعتي بانفرتر. الانفرتر ديت الانفرتر ده بيخلي لي تيارات الاله ايه نون ساينسويدال. انا مستخدم الانفرتر ليه؟ عشان اعمل كنترول. يبقى استخدام الانفرتر خلى التيارات ايه نون ساينسويدال. نون ساينسويدال يعني التيارات فيها هارمونكس مع الايه مع الفاندامنتالز. طب انا عارف ان الفاندامنتال بايه بيطلع لي الفاندامنتال ام ام اف. طب والهارمونكس؟ بتطلع لي ام ام اف بس بترددات ايه عاليه. فبنقول هنا الهارمونيك كارنتس بروديوس روتيتنج فيلدز ان ذا اير جاب ذات روتيت ات هاير سبيدز. يعني انا بقى عندي في الاير جاب
اكتر من روتيتنج ام ام اف. روتيتنج ام ام اف للفاندامنتال وروتيتنج ام ام اف للايه للهارمونكس. طيب هل الكلام طب الروتر هيدور بقى تبع اي روتيتنج ام ام اف؟ هنا الحقيقه الموضوع هيكون الروتر هيدور تبع الفاندامنتال. ليه؟ لان السرعات الناتجه من الهارمونكس انا تردد عالي فهيكون السرعات عاليه فمش هيبقى في مناطق عمل في السرعات الايه العاليه دي. هو هنا مدي لك ارقام لكل اوردر للهارمونيك. لو انا واحد يعني فاندامنتال مش هارمونيك وليكن الاله 60 هرتز 4 بول فيبقى ان اس 1800 والخمسة والسبعة قايلهم سالب 9000 و12600 والتالتة صفر. ليه عمل الكلام ده؟ لو لاحظنا الهارمونيك التالتة هيبقى التلاتة فيز كارنتس ان فيز مش شيفتد عن بعض بزاوية 120 فما يعملوش روتيتنج ام ام اف عشان كده مفيش سينكرونس سبيد. الخمسة لو لاحظت انت بتضيف ايه؟ انت خمس الاضعاف الخمسة يعني تطلع تلاتة يبقى زي الفاندامنتال كأن التلاتة في 120 بتلتمية وستين كأنك رجعت للأصل وتضيف اتنين يعني تضيف اتنين يعني ايه؟ يعني بي بدل ما كانت متأخرة عن ايه بمية وعشرين هتبقى كأنها متقدمة عن ايه بمية وعشرين لأن هتبقى اتنين في سالب 120 كأنها سالب 240 هتبقى كأنها موجب ايه 120 والسي العكس فيعتبر الخمسة الهارمونيك الخمسة كأنها نيجاتيف سيكونس بس بتردد خمس أضعاف عشان كده جاب سالب 9000. السبعة سبعة يعني تطلع تلاتة وتلاتة يبقى سايكل كاملة وسايكل كاملة يبقى لك واحد فترجع لنفس السيكونس بس بايه بتردد سبع أضعاف التردد فيطلع السرعة ان اس 12600 فالتأثير على التورك سبيد المحصل بيكون تقريبا ايه منعدم او بسيط جدا لان الـ NS في منطقة بعيدة خالص فيحصل الاوبريتنج بوينت عادي في المنطقة الرئيسية بتاعتنا بتاع الفاندامنتال. اولا دي في الاتجاه الريفيرس فمفيش فيها اوبريشن ودي السرعة عالية جدا فمفيش فيها اوبريشن فالتقاطع هنا يبقى ايه يبقى في النورمال اللي هو بتاع الفاندامنتال. لكن طبعا ما يفضلش ان انا اخلي التيارات المسحوبة تكون فيها الهارمونيك كونتنتس ديت لان الكلام ده بيسبب لي ايه في بعض البلسيشنز في شكل العزم لما انا اضيف التلات موجات دول لبعض وده بيخلي لي ايه بيخلي لي فيه نويز ومشاكل على الشافت نتيجه الايه المشكله بتاعه البلسيشنز اللي موجوده إيه او ونويز وكلام زي كده نتيجه شكل الايه الشكل السيء للايه للتورك نتيجه وجود اكتر من ام ام اف في الارجاب نتيجه الهارمونيك كونتنتس اللي موجوده في التيارات. ده اللي بنسميه التايم هارمونيكس وده نتيجه استخدام الايه الانفرتر. تمام. النوع الثاني واللي احنا بنسميه سبيس هارمونيكس. سبيس هارمونيكس احنا هنفترض ان الاله بقى متوصله عادي بساينسويدال سبلاي ولكن في مشكله في الايه في اللف. احنا فرضين ان انا لافف والنتيجه كانت ساينسويدال ديستريبيوتد ام ام اف فبيقول لي هنا ذا ماشين وايندنج از ديستريبيوتد ان افينيت نمبر اوف سلوتس. يعني ايه الرقم محدد للسلوتس فمستحيل تخلي الموجه الناتجه فعلا بيور ساينسويدال ام ام اف. الفرض اللي انا فرضه ده فرض اكيد مش ايه مش مظبوط. احنا نتمنى نلف على اكبر عدد من السلوتس لكن ما نقدرش نوصل للايه للانفينيتي. As a result الام ام اف ديستريبيوشن ان سبيس هاز ا ستير لايك ويف فورم. يعني الام ام اف الناتجه بتكون شكلها زي ما احنا اكدنا في بدايه المحاضرات اللي هي شكلها ايه ستير لايك. ستير لايك يعني ايه؟ يعني الام ام اف ديت فيها فاندامنتال وفيها ايه هارمونكس بس الهارمونكس دي مع اللف يعني كان انا بلف باشكال ايه او بنمبر اوف بولز مختلفه لان ده شغال مع المحيط. تمام. فلما الف على المحيط سايكل يبقى كان نمبر اوف بولز لكن ضعف السايكلز دي كان نمبر اوف بولز الضعف وهكذا. هناك كان لها صله بالايه بالتردد فكانت ان اس داله مباشره في ايه في مضاعفات هذا الرقم اللي بيزيد كايه كهارمونيك. لكن الوضع هنا هيختلف. نشوف مع بعض كده مثلا ده الفاندامنت هو الشكل الستير لايك اهو. الفاندامنتال عمل 5 و7 طبعا التالتة احنا قلنا ايه مش هتبقى موجوده لان التالتة دول ان فيز فما بتعملش روتيتر. طيب الفاندامنتال لو انا قلت مثلا السايكل الكامله دي 2 بول مثلا طب يبقى الخمسه كانها ايه 5 بول خمس اضعاف مش 5 5 في 2 يعني اقصد 5 ملتبلايد باي الايه النمبر اوف بولز الطبيعيه ف2 بول فهي 5 اضعاف يعني كانها 10 بول والسبعه تعمل 7
اضعاف الـ N number of bulls الطبيعي، فتعمل لك synchronous speeds جديدة بس بايه؟ ببولز مختلفة، البولز في المقام، فتعمل الخمسة تعمل خمس والسبعة تعمل ايه سوب. هناك كان التردد في البسط فيعمل خمس اضعاف وسبع ايه اضعاف. تاني الشكل الرئيسي بتاع الفاندامنتال، يبقى المشكلة الرئيسية اللي انا بلف على عدد معين من الايه من السلوتس، فيطلع شكل الام ان اف ستير لايك. الستير لايك ده هو يخلي الموجة فاندامنتال ومجموعة من الايه من الهارمونيكس. الهارمونيكس دي توزيعتها هنا مع الفراغ يعني تخلي الآلة وكأنها ايه ملفوفة بديفرنت نمبر اوف ايه اوف بولز. فالخمسة يعني خمس اضعاف النمبر اوف بولز، والسبعة يعني سبع اضعاف الايه النمبر اوف ايه اوف بولز. تمام، يحصل هنا بقى الفاندامنتال تدي 1800، الخمسة خمس اضعاف يعني 10. برضو لما تقول مثلا اوميجا تي موجب او سالب ال 120، فانت كأن البولز ايه الاوميجا بقت إيه، انا عندي ان اس 120 اف على بي، البي في المقام، فطلع ايه طلع كانك بتلف الاله بخمس اضعاف الايه البولز او سبع اضعاف البولز. فبرضو الخمسه تدي ايه نيجاتيف سيكونس بس بخمس السرعه، والسبعه تدي إيه سبع بوزيتيف سيكونس بس بسبع الايه السرعه. هنا يظهر مشكله بقى ان السرعات ما بقتش اكبر بكتير من الايه من ال 1800 زي ما هناك كانت مثلا طلعت 12600، ده طلعت مع السبعة 257 وايه وواحد من عشرة، مع الخمسة نيجاتيف سيكونس، فمنطقة النيجاتيف ديت هي اكيد مش هيحصل فيها ايه تشغيل. والسبعة وال 11 وال 13 زي ما هم واضحين بالارقام اللي ايه اللي قدام. الكلام ده هيسبب لي الحقيقة مشكلة، ان الشكل ده احنا بنقول السبعة فورورد بسبع ال ان اس، والخمسة باكورد ريفيرس بخمس الـ NS. لما تيجي تضيف الخمسة والسبعة النورمال، تلاحظ ان انت دلوقتي بقى فيه منطقتين ستيبل في الـ equivalent torque speed characteristics. هناك ما كانش حاصل الكلام ده في الطايم، ليه؟ لان السبعة كانت عاملة NS ايه NS 12600. لو احنا شفناها تاني مع بعض شوفنا القيم اصلا صغيره، طبعا ده سكيل مكبره شويه، القيم صغيره لما تتجمع هنا فتلاقي الافكت بتاعها تقريبا ضعيف جدا. تمام، دي ودي والسرعه بتاعت الان اس عاليه جدا، فانا بعيد خالص عن المشكله. لكن في السبيس هارمونيك الكلام ده ليه تاثير بالبولز، فممكن السبعه دي لما تنضاف على الموجه الرئيسيه تعمل الشكل اللي قدامك ده. الشكل اللي قدامك ده يعني الموتور ممكن، وده تفسير ظاهرة هنوضحها بعد شوية، يلاقي منطقتين ايه ستيبل فممكن يستقر عند ايه احدهما. تمام، يعني ايه او بي ده نتيجة الاسبيس هارمونيك بتاع الايه اضافة التورك سبيد كاركترستيكس بتاع الفاندامنتال مع الايه مع السبعة اللي هي تمثل كأنها سبع اضعاف النمبر اوف بولز. الظاهرة دي الحياة بيسميها ظاهرة الكراولينج او الزحف. ايه يعني الكراولينج؟ كراولينج means a tendency of the rotor of induction motor to run stably at a speed as low as 1/7 of its synchronous speed. يعني ميل الروتر انه يدور بشكل مستقر عند سرعة قريبة من سبع سرعة الايه التزامن. ده بيكون بسبب السبيس ايه هارمونيك، ودي اللي واضحة هنا. لو دار عند نقطة ايه، نقطة ايه هي سرعة قريبة من سبع سرعة التزامن. طبعا عشان كده احنا بنهتم جدا في اللف اللي احنا نحاول بقدر الامكان ايه نزود عدد السلوتس اللي بنلف عليها الفيز وايندينجز بتاعت السري فيز، والكلام ده إيه عشان نضمن بيه عدم حدوث ظاهرة زي كده. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لو الظاهرة حصلت بنكون عارفين ايه تفسيرها، ان الروتر بتاعي ممكن يدور عند سبع سرعة التزامن، سرعة قريبة من سبع سرعة التزامن، ده اكيد نتيجة السبيس هارمونيك. ده معناه مش شرط ان انا ايه اشوف الكلام ده يعني يحدث، لكن احنا بنفسر حاجة ممكن ايه ممكن تحدث. دي ظاهرة الايه الكراولينج. تمام، وده شكل اخر بيوضح برضو ان انا لما ضاف السبعة بقى في منطقتين ايه ستيبل، فدار عن سرعة قريبة من سرعة الايه التزامن، لان ده ستيبل ريجون ودي ستيبل ايه ريجونز. بعد كده بنشوف ظاهرة أخيرة بنسميها الكوجينج. إيه ظاهرة الكوجينج أو الماجنتيك لوكينج؟
means that the rotor of the induction motor refuses to start at all. يعني الموتور بتاعي يرفض ان هي يبدا. احنا هناخد بعد كده ان شاء الله السنجل فيز انه اصلا ممكن ما بيبداش. لا عشان كده لازم انا ايه اشوف له وسيله بدء. لكن الثري فيز اندكشن موتور برضو ممكن ايه ما يبداش. ودي حاجه احنا بنحاول نشوف لها تفسير. لكن برضو مش معناه ان انا ايه ان انا لازم اشوف الظاهره دي قدام عينيا، لان المحركات دايما ممكن ما بيحصلش فيها الظاهره دي عشان احنا بنعدل الكلام ده في التصميم. طيب لو حصل ان انا شفت ان الموتور بتاعي ما بدأش، هو ليه احتمالات كتيرة، يعني ممكن يكون اللود بتاعه اكبر، ممكن السبلاي الجهد اقل، لكن ممكن كمان يحدث نتيجة ظاهرة الكوجينج او الماجنتيك ايه لوكينج. فهو تفسير لأحد الاسباب ان الموتور مش قادر ايه يبدأ. طب ده بيحدث ازاي؟ This happens when the number of stator slots او تيس is equal to the number of rotor ATs. الاسنان بتاعه الاستيتور بتساوي الاسنان بتاعه الروتور، فعشان كده هم ممكن يقفوا قبال بعض، يحصل تجاذب مغناطيسي اللي هو الماجنتيك لوكينج ده. It's sometimes referred to as a TSA locking. تمام، عشان كده في التصميم احنا ممكن نخلي الرقمين الاستيتور تيس والروتور تيس مختلفين عن بعض. وممكن بقى جه دور الحته اللي انا قلتها لكم قبل كده، السكيوينج ممكن يمنع الظاهره دي اللي وجود ميل في البارز بتاعه الايه الروتور، فما تخليش فيه فرصه لتقابل اسنان الاستيتور مع الايه مع الروتور. اتمنى كده الموضوع يكون واضح. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.